محمد رسول الله لكم مني سلام الحار، وهذا هو الرقم تاعي اللي بغى يتصل بيا، خويا ولا اختي ولا شابه ولا شاب ولا اخي كريم اتصل بيا. ها هو الرقم تاعي 05 تصبوه في البديه ولا اقوله هو 05 57 46 53 49. واحد سقسك سموه رزاق روزة، ما عرفنا راجل ما عرفنا مرة، صح؟ قال لك كان واحد الوالد تاعو مات، وهو اللي راه هاز الوالدة تاعو وخاوته هذه 6 سنين، هو يصرف عليهم. هذا المصروف يعتبر صدقة جارية عند الله ولا كيف؟ يعني يصرف على أمه وعلى أخواته. قال لك ماشي ماشي رزاق روزة، راه يسألك على واحد سقساه. سقساه قال له راني بخل لنا مصروف وراني نصرف على أمه ونصرف على أخواته. قال لك 6 سنين وكاع، زعما السيدة سقسي كي تعدل صدقة جارية ولا زعما كي؟ ترمي الصدقة جارية، هنا راك تجاهد، هذا واجب عليك. صدقة جارية تزوج واحد يتيم، تمد حاجة في تردي الحاجة في سبيل الله قاعدة قاع الظهر. هذه بصح هذه أمك وهذو خوتك واجب عليك، هذا دمك. مسؤول عن رعيتك. سيت أمك أنت ومالك لأبيك، يعني باش قال لأبيك تلي لأمك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. اسمع معايا يا ملي، انت راك تجاهد فيهم هذو، ماشي راك صدقه، راك تجاهد وواصل كمل حتى انت تموت ولا وعد حتى تتوفى. وبعد اعوذ بالله من الشرك. شوف، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. انت راك تجاهد في امك وخوتك، ربي راه عالم بك بلا راك تجاهد، يعطيك السبل. ما معنى السبل؟ طريق النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة إني لا كملت أخويا بالصلاة وذكر الله وكاع، راك إن شاء الله نحسبه ذلك، تكون إن شاء الله من الفائزين. يعطيك السبل تاع النبي عليه الصلاة والسلام، يعطيك طريق حبيبه محمد، وإذا أعطاك الله طريق حبيبه محمد فإنه يحبك، وإذا أحبك الله ولا يعذبك. هنا واجب عليك، هذه ماشي صدقة جارية. هذه بالسيف عليك، واجب عليك، كنت سمعت فيهم تؤتم. ومن راك هكا راك تجاهد، عندك اضعاف مضاعفه، وما تكره خويا وما تمل، راك تخدم التجاره تاع الاخره. هذه على بالك، هذا مثل اب وانت راك واقف عليهم وترفع على خوتك وكاع. الناس قاسوهم، الناس قاست امها في دار الاجازه. الشيخ اول شخص راه يسالني في هذا السؤال، الام نقول لك هذه وغادي نختم، غادي نفاجئك خويا. الام من يزيد عندها ولد شتمنى له، تمنى له طول العمر ويكبر ويتزوج ويدير الدراري وتشوف ولاد ولدها قدامها. ها راه الطفل كبر، ها راه تزوج، امه ثاني تكبر معاه، ها راه تزوج، ها راه دار الدراري يا ستي. امه كبرت ما طاقش تمشي، تجي مرت ولدها كل يوم تلفدها تديها وتغسل لها حوايجها، تلفدها تمشيها من الغادي تعاود تحطها في بلاصتها. دوك المراه شا تقول للراجل؟ تقول لها انا امك عصاي عياتني، هاي تعييني. دوك هنا الابن شايت من الام، شايت من لها يا سيدي الموت. شو هي تتمنى لها من يزيد؟ وشوف هو شيء يتمنى لها من تكبر. بصح انت راك تتمنى لها كل خير، انت راك تخدم عليها، انت راك تجاهد فيها وفي خوتك. هذه هضره، مازال رزق على رزق خويا. بشر سخط الله في سخط رضات الله في رضات الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. هذه واجب عليك، ما صدقه جاريه ما صدقه عاديه، هذه واجب عليك تصرف عليهم وتخدم عليهم وما تكرهش بالك، بالك تكره وغادي تشوف النتيجه. الصبر كي الصبري، يعني الصبر كما الصبار، كما دروك راك تجاهد، ربي يعاونك فيهم ما تغلطش. راك هكا تبغي امك تصرف على امك، هذه قليل اللي يسالني هذا السؤال. اغلبيه راهم كاين، لا اغلبيه قلت لك راهم قايسين في دار العجزه، ماشي كاع. كاين اللي كيداير لما ولا رفدها منه ومن وعاد سمولهاش بينها، يوكلها ويشربها. ماتت مسكينه خالتي عائشه الله يرحمها، يا كيداير لها ولا لي فيديو يا شت فيه. قلت لها دارك دير لامك هكا يا انسان لاباس، يوكل فيها في التمر ويشرب فيها في العليب، راضيه عليه. كاشات لها وراحت الله يرحمها ويرحم المسلمين جماعي. الله ان كانت مسيئه اللهم تجاوز عن سيئاتها، وان كانت محسنه فاز في احسانها. تبي تورينا واحد الحاجه اليوم؟ واه دوك نوريها لكم. والذين جاهدوا فينا، انا جاهد في امك خويا وجاهد في خوتك، خدم عليهم ولا شك. هذه غير دار الدنيا على بالك، هذه غير دار الدنيا. نقول لك ولو براني كاع قدامك مسكين وضايع زير الحكم على سيت، ولا كان يتيم اعطيه، مسكين كان مسكين اعطيه، كاع ما تخممش. ما نقص شيء امي الصدقه، بصح هذه مش الصدقه، هذه واجب عليك امك وخوتك، وتشوف النتيجه. الصبر كي الصبري، الصبر كي الصبري، يعني كيما الصبار، الصبار مول
الحيوان اكرمكم الله قدركم عندي عالي، الحيوانات وما ياكلوش منه، الصبار مر في ذوقه مر، امرا الصبر العلماء قال الصبر كالصبر في ذوقه مر وعواقب احلى من العسل، الله يجعل العاقبه تاعك ان شاء الله احلى من العسل، انت وكاع اللي متهلي في والديك، كاع راني نسلم عليكم بزاف بزاف بزاف، لاخاطش تهلاو في والديكم وعلى بالكم، إذا كاشيت لك امك كاشر لك بابك، صاي ما كان لا تهتر، كاشيت على ربي سبحانه وتعالى عز وجل ساهل، بينك وبين ربي حياة ساهل، بصح إلا سخط الله في سخط الوالدين، إلا ما رجعت عليك امك وما رضاش عليك باباك، سخطوا عليك، صاي كملت. ما عندك ما دير، بصح إلا رضات عليك امك ورضا عليك باباك، صاي الرضا الرضا تاع ربي حية سهلة، وغادي نوريكم فجأكم، يا من لبست أغلى ثياب، يأتي يوم تلبس أرخص ثياب حتى أنا معاكم، ها هو اللي عندي، هذا راح الضيف عطاوني هدية، ها كفن بين دسة، ها كفن، ها اللباس تاعنا الجديد، الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل، ها كفن. طوهني طوهني به بصوالحه ها فيه كافور وفيه ها هاك تاتي نتاوع ها الحزازي نتاوع ها هاو هاو ها ها البوندات ها الاخر وها الصابون ها ها شندو لا اله الا الله محمد رسول الله خاوتي ها هكفن ها باش نحله ونعاود نطبقه بزاف سير ولا هكذا يا راريد اخرتها الدنيا شو الله يثبتنا اللهم بسلنا بذنوبنا اللهم لا تجعلنا من الغافلين اللهم انت غنيين على ذنوبنا اللهم يا ربي رانا غافلين والناس راهي غافله ربي رجعنا للطريق اللهم اهدي شباب المسلمين وشابات المسلمات يا ربي احجبهم اللهم احجبهم اللهم قاعد برجو يا ربي باباها باباها ما يعرفش خوها بلا خوها ما يعرفش مسكين تاني هو تايا باباها ما يعرفش تاني مسكين يا ربي علمنا انت ورينا انت وادبنا انت قرينا انت تغفرنا انت ترحمنا انت تعطينا انت تقلعنا انت تفانا انت اللهم ربي هذا نلقاوك به سبحانك ربي لا اله الا انت اللهم من كان على حق فتبت عليه ومن كان على باطل ويظن انه الحق فرد ربي الحق ردا جميلا اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم نلقاك واخر كلامنا من هذه الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله عشان الدو الله يبارك فيكم فروا الى الله فروا الى الله في ارض الوطن او خارج الوطن راني نهضر معكم كاع حتى للزمكري خوتي بالك فلوسات ربي ما كان والو هذوك كرات ارضيه كره ارضيه كقطره ماء قطره تاع ما بقيتها بحكا طايرين انقره نقره بالبحر ثم انصرف غادي غادي في سكره الموت ربي يقلب لنا عينينا فكشفنا عنك غطاءك يكشف ربي يكشف لك الغطاء فبصرك اليوم عاد تدخل في عالم واحد اخر خلق واحد اخر عالم واحد اخر هضره واحد اخرى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك عليك طيع امك واللي عنده والديه سابني تهلا في امك تهلا في بابك تهلا في الجيران احسن الى الجار الاصدقاء الله يثبتكم ان شاء الله راني نبكيكم فروا الى الله لا كنت دير ذنوب نقص سيدي من شيء ما تنزل احنا راني عايش معكم الواقع باش نقول لك انا راه دير عبايه باش نقول لك انا راه دير عبايه ولا دير لحيه ولا لا انا طاش نقول لك انا طاش نقول لك خويا غير في غردك الله يهديهم واحد الناس هم دابزين دعوا لهم ربي هادو خاوه وراهم متعايرين دابزين دعوا لهم رب العالمين اش ورانا لا اله الا الله محمد رسول الله الله يثبت خوك ان شاء الله بصغيرهم وكبيرهم وشبابهم وشابتهم وشيوخهم الله يثبتنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ان الله يامر بثلاثه وينهى عن ثلاث ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون راني نسلم عليكم كاع ونمر لكم الهاتف تاعي عاودوا نديروه ان شاء الله ان شاء الله ومازال واصلوا معنا بالميلود ياسين هذا ان شاء الله الفيسبوك تاعك تاعو
فيسبوك ما نديروش، ما نديرو ان شاء الله ديريكت باش يقولوا يهضروا معاك يتصلوا بك وكاع يا سي. معليش الرقم تاعك بالعالمين. لا معليش ونديرو ديريكت معاك في اليوتيوب ان شاء الله. واشي المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل احدهما الاخرى. انت خويا معليش يهضروا معاك ولا معايا نحط الميسنجر تاعي بعد الناس اللي بغيت تهضر معاك يهضروا معاك ولا معايا نفوتهم لك ان شاء الله. اللي بغوا يشوفوك الناس اللي بغوا يشوفوك راهم بعد راني ندعي لهم في ربي علينا بالشبيبه والشابات اللي راهم الاخرين سبحان الله. لا ميتين ميتين ها هو كفر راني ندس فيه ها هو لي ها وندسها في المريول استعداد ليوم الرعي بالك غدوة بالك دروك بالك شي هكا هاني قرا الاستدعاء ما كانش استدعاء تأتي بغتة يجي ملك الموت على غفلة ما تقراش ولا جا على غفلة ورحنا خاويين الله يثبتنا كراني صحابة على رضي الله عنهم على من يمشي خطوة ما يقراش باش يقيس الزوجة كانوا يمشوا مع ملك الموت كانوا كل يوم يقرأوا الموت. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كان من يدير لقمة في فمه باش يطلع الزوجة ما يضمنش روحه يمشي خطوة على دار الأرض وهو صحابي يزيد الزوجة ما يضمنش باش يوصل الزوجة. كل يوم يقرأوا الملك الموت كل يوم يقرأوا الموت يا ترى أنا قرأوا الموت هذا حب الدنيا دخلت حب الدنيا من نسي الموت رانا حابين الدنيا أيا ونسينا الموت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله واصلوا معنا وسحبوني وديروا على هدرتي ديروا لي نخلة ودوا مني التمر خلوني أنا سترة تحرق لي النار معليش. السلام عليكم ما كاع خاوتنا في الجزائر 48 ولاية بصغيرة وكبيرة وخاصة في أوروبا مساكين لي ميغري الله يقضي حوائجكم الله يقضي حوائجكم. نديروا لايك كيما قلت الشيخ وديروا ميساج الناس اللي بغيو تشوفوا قاع تعيط ميساج وعيطوا لخوتي والله يقضي حوائجكم خاصة اللي راكم في أوروبا حرجوا روحكم فروا إلى الله فروا إلى الله. الله من فروا إلى الله ما كان والو فرنسا تاع ربي الإنجليز تاع ربي أمريكا تاع ربي نيويورك تاع ربي الألمان تاع ربي لاسويس تاع ربي احنا تاع ربي السما تاع ربي الأرض تاع ربي ما عندنا والو عندنا هذا اللي وريته لكم ها واش عندنا كلمة سواش كلمة يديش هذا للسفر تاعنا ان شاء الله من نسافروا ندوا معنا السفر طويل ذهاب بدون اياب لقاء رب العالمين ان شاء الله نلقاوها بخير وحشرنا في زمرة النبي عليه الصلاة والسلام برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ربي ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين الا تبارا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى على وبركاته. خويا مصور فغول ربي تبتك ان شاء الله والله يشافي لك عماد غادي ينوض لك باذن الله الحي القيوم الذي اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون قبل ما يقول له كن يكون غادي ان شاء الله عماد ينوض بكون فيكون بقدرة الله وقوته. اللهم اشفي كل مريض اللهم اشفي مرضانا من المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وواصلوا معنا ان شاء الله شيخ. نعاود نوصلوا هنايا سيخونا مسكين الوالدة تاعها مسكينة الله مريضة وتشوفوا هذا ياسين زعما ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بالمنطقة يعني ماشي راني نزكي في خويا ياسين راه أمامي وكاع وغادي تشوفوا إن شاء الله ويعطيكم ميساجير وتولوا تهضروا معاه صفة المؤمن على وجهه في حياته وفي موته يعني إنسان تعرفوا كي داير لما طايحة ما شاء الله الله يبارك أحبه في الله أحبك في الله يا ياسين ما نقولها لك لا نفاق ولا رياء ولا قدام الناس أنا من نبغي واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال من تبغي واحد قل له اني احبك في الله هكا خوك بن عوده ما كاش النفاق ما نبغيكش ما نحوش عليك كاع ما نقول لك السلام وفوت بصح ما نقولكش راني نبغيك نقول لك نفاق نحشي هذا. مالا ياسين قال لك الوالده تاعو مسكينه راهي مريضه اللهم اشفيها اللهم اشفيها اللهم عافيها في صحتها وبدنها صحه جديده ان شاء الله اللهم اشفيها لا شفاء الا شفاؤك ولا عفو الا عفوك ولا اله غيرك. سلام على مصر وأيمن خونا مسكين ثاني الولي الله باباه مسكين باباه مسكين الله يرحمه نسيت اسمه جيت عمي بولبدا عمي بولبدا بولبدا واش يبغيه ياسين أيمن يبغيه أيمن يبغيه بزاف يبغي بابا بزاف وكاش اللي ما يبغيش بابا بصح هو العزيز هو زعما هو المصروصي مسكين الحمد لله بابا وصلت في وقتها هذا راه الجامع خمس اوقات من الفجر حتى العشاء راه مات راه مات. اللهم وفق شبابنا ان شاء الله الى الصلاه
ويتعلموا كيفيه الصلاه، ماشي غير الصلاه فقط، كيفيه الصلاه. لاخاطش الامام ماشي غادي يعلمك الصلاه، ما يقول لك لا الله اكبر، لا تكبير الاحرام، لا الركوع، لا السجود، لا الطمانينه، لا الترتيب بين فرائضها، ما يعلمك سنن، ما يعلمك شروط، ما يعلمك فرائض موالو. كاين الانترنت تما، ادخلوا فيه هذاك الكتاب سموه القول المبين في اخطاء المصلين، عقلوا عليه، القول المبين في اخطاء المصلين، هذا كتاب القول المبين في اخطاء المصلين. كاين صفه صلاه النبي تاع ناصر الدين الالباني ولا محمد الشيخ بن صالح محمد العثيمين، ان شاء الله الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عليهم اجمعين، ولا فوزان، ادخلوا في صفه صلاه النبي، تشوف الصلاه تاع رسول الله كي دايره، صلوا كما رايتموني اصلي. اللهم علمنا ما لم نكن نعلم انك انت العليم الحكيم. الله يبارك فيك ياسين، نقول لك ياسين دعوا لي ربي الوالده مسكينه راهي مريضه، الله يشافيها ان شاء الله، وماتني انا الله يشفيكم انت اختي، والله الله يتبتك، والله يبارك لك في ياسين وفي صحتك وفي ولادك وفي دارك، وان شاء الله تلقاي ربي بخير وراضي عليك ان شاء الله. يا ربي ارحمنا فوق الارض وارحمنا تحت الارض وارحمنا يوم العاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم. السلام.